السؤال الثاني عشان عليك الشغار، مثل الشغار وما يترتب عليه. ثم السؤال الآخر متعلق بالشغار، ما حكم الشغار وما هي صفته، وهل العقد صحيح أم هو باطل؟ أما السؤال الآخر متعلق بالشغار، الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته، يعني هذا الزواج مشروط بالزواج الأخرى، فالإنسان يسعى إذن لمصلحة نفسه على حساب موليته. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وقد فسر نافع الشغار بأنه يزوج الرجل ابنته على يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صدق. وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء على أنه إذا كان في صداق لم يكن شغارا محرما، وهذا في نظر، لأن قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب منع الشغار مطلقا ولو كان بينهما صداق، لأن هذا فيه استغلال للمرأة وفي أنانية، وهذا يفتح باب شر على المسلمين. ولو جوز هذا لأتى الرجل الذي بلغ في الكبر عتية وبدأ يشارط بابنته على يزوجه الآخرون بناتهم، وحين بلغ معاوية رضي الله عنه أن رجل من المدينة فعل ذلك كتب إلى عامل بالتفريق بينهما، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح، مع أنه كان بينهما صداق، ولم ينكر ذلك أحد من أهل المدينة ولا من الصحابة ولا من التابعين. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وعلى هذا فالشغار محرم ولو كان في صداق، ويعد العقد باطلا، لأن التحريم أتى في نفس العمل، وإذا أتى التحريم في نفس العمل كان العمل باطلا ويقتضي الفساد، كنكاح المتعة أتى التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له، كزواج المحلل أتى التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له ويجب التفريق بينهما. نعم.